وادي لقطات من المباراة بين نجوم كرة القدم القدامى سواء من مصر او من خارج مصر من افريقيا طبعا. والارض اللي قدامكم دي نجيل صناعي ولكن من الجيل الحديث. يعني الجيل الحديث يعني ايه؟ يعني الارضية حنينة، ما هياش ارضية ناشفة او ارضية متعبة زي ما دايما النجيل الصناعي بيتقال عليه، لكن هي من الجيل الحديث. طبعا الحارس طالع يشرب شاي بره وساب الحارة المرمى تماما. واستمرت هذه المباراة استعراضية حوالي نصف ساعة على شوطين، وأجواء أجواء حلوة، أجواء جميلة. شوفوا الخلفية يا جماعة وشاكتها، حاجة فاخرة فاخرة فاخرة. دول كلهم طبعا نجوم عرب من هنا وهناك، شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا، ولقطات ولمسات وده انفنتينو ده ولا يا جماعة؟ ها؟ انفنتينو غاوي على فكرة في كل الافتتاحات، بيحب يلعب هو انفنتينو، هيجيب جون هيسيبوه، لكن ما دخلتش. فكرنا بمرجان احمد مرجان بس ما سابوهاش المرة دي. حاجات جميلة جدا جدا ولقطات حلوة. وادي متسيب الرسعاد الافريقي، وادي احمد مجاهد بيسلم عليه. اجواء اجواء جميلة جدا جدا. اول مرة اعرف ان احمد مجاهد بيلعب كورة الحقيقة، لكن حاجة جميلة جدا جدا. معرفش هاني ابو ريدة لعب ولا لا، هاني كان لعيب كورة بورسعيد زمان. وبعض من الحضور، وده احد نجوم الافارقة الكبار اكيد، يعني ما عنديش التشكيل مع الاسف عشان اقوله. يا عيني يا عيني على الجمال. الورد الورد عمره ما يدبل، تفضل ريحته فيه على طول. طبعا طبعا ادي ضربة جزاء. انفنتينو بقى هيشوط والحضري. أجواء جميلة جدا الحقيقة يعني، وافتتاح رائع جدا، ومركز تدريب على أعلى مستوى زي ما حضراتكم شفتوه كده. كمان لو كان تجول في غرف اللاعبين فوق حاجة فاخرة، كل أوضة ليها بلكونة وجميلة ومفروشة أحلى فرش، كل حاجة الحقيقة جميلة في هذا المركز.